ده هيضيف ايه للانسانيه، للمصريين، للعالم كله؟ هو انا اتكلمت في كلمتي وشرحت البرنامج اللي احنا هنعمله بالنسبه للعالم. هيبقى عندنا باذن الله برنامج متكامل اونلاين، هندرس اثار مصريه، تاريخ هيروغليفي، اكتشافات الاثريه، وهنعمل مدرسه لتعليم الحفائر لكل شباب العالم كله. وبعد كده عندنا برنامج للداخل، بنعمل كتب للاطفال، بنعمل كتب تدرس في الجامعات المصريه، بنعمل موسوعه عن كل تاريخ واثار مصر، بقدم جايزه سنويه لكل اثري مميز في وزاره الاثار، بنعمل محاضرات في الجامعات المصريه وفي المدارس الابتدائيه لاثار مصر وتاريخ مصر. انا شايفه ان انت مهتم بالطفل. اول مره عالم اثار مصري يبتدي يبص على اطفال مصر، واطفالنا بعاد جدا عن الاثار. هو مهم قوي ان احنا، انا بقول الكبار خلاص ما عادش منهم فايده، لكن مهم قوي ان احنا يبقى نبدا للطفل من دلوقتي. يعني هو مهم الطفل لو بدانا ان احنا نغذيه بالحضاره ونغذيه بالتاريخ، ممكن دي تعمل حاجه جميله وينشا على حب بلده وينشا على رفعه بلده للعلا دايما. طيب معلش، الفكره اتاخرت ليه؟ يعني اسمح لي اسال، فكره زي دي بتفيد الاطفال، بتفيد بلدنا، بتفيد الباحثين، ايه اللي اخرها؟ والله انا ما اعرفش، يعني انا شايف ان كلامك صح فعلا، الفكره اتاخرت، لكن المهم احنا لحقنا وهنبدا بيها. وتاكدي ان اللي انا قلته النهارده واعلنته في كلمتي هو البرنامج بتاع مركز زاهي حواس للمصريات، بحيث اخلي الطفل يبقى فخور ان هو مصري.